ياخذ الكاس والدوري معاه ياخذ الكاس والدوري معاه والدوري معاه والكاس معاه الخليفية شهدوا يا ناس جماهيرنا هم هم الأهل هم الأهل هم الأهل هم الأهل نادي محرم كفه وصل كفه وصل نادي محرم كفه وصل كفه وصل شهدوا يا ناس جماهيرنا هم هم الأهل الليقة الجواب نسيها الليقة الجواب محرك فوق السحاب فوق السحاب نسيها الليقة الجواب نسيها الليقة الجواب محرك فوق السحاب فوق السحاب ياخذ الكاس والدوري معاه عن الكابتن راشد الفضالة نجم في الثمانينات الكابتن ايش رايك في هاللم اللي صاير الحين في نادي محرم؟ والله حقيقة هاي اللم شيء طيب فكرة كانت تراودنا جيل من جود السبعينات لقاية هذا اليوم وشيء فكرة واتمنى ان شاء الله تحذي فيها الاندية كلها ان شاء الله. هل ذكرك بايام الثمانينات ايام النجومية في الملاعب؟ اي والله ذكرت ربعي اللي لعبت وياهم من بدايتي في مع نادي المحرق لقاية اللحظة اللي تركنا فيها الكورة حقيقة من تشوف وي من اللاعبين تذكر كل لاعب له موقف وياي يعني الصراحة. عندك كلمة بهالمناسبة؟ أقول أتمنى إن شاء الله من معالي الشيخ أحمد بن علي وهو رجل هالأمور يعني إن شاء الله يدعم هذا التجمع ويحافظون عليه ويكون إحنا قريبين من هالنادي إن شاء الله والله يوفق الفريق في البطولة المحلية والخارجية إن شاء الله. في المناسبة نشكرك كابتن. شكرا لك شكرا لك على قناتك. ملعوبة علي حسن بيدخل بتنلعب خاطرة علي حسن بيحط جول خاطرة هاي لعبة خاطرة جول 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 محرق جول جول محرق جمال محمد بيحط الجول في الوقت الضايع في الوقت الضايع من الشوط الثاني جول. في البداية أحب أن أشكر جميع من علمل على هذا الجمع الطيب ونادي المحرق بلا شك يستاهل من محبين الالتفاف فيه في كل الأوقات وهي بادرة طيبة تشكر عليها اللجنة المنظمة. طبعا بلا شك كان هناك تعاون بين مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة للظهور بهذا المستوى الطيب ونتمنى أن هذه تكون بداية طيبة واللقاءات القادمة إن شاء الله بتكون أفضل والمحرق أمانة تتنقلها الأجيال بلا شك هذا واقع يتترجم يوم بعد يوم. الحمد لله اللي ميزنا في نادي المحرق أن كلنا نراهن على حب هذا الكيان واليوم يعني الشعور لا يوصف بأن احنا التقينا بأجيال خدمة النادي قبلنا لهم الشكر والثناء وهذا قليل من ما يقدم لهم اليوم شعور يعني لا يوصف أنك تلتقي بناس خدمت وضحت من أجل نادي المحرق فالشكر للجميع إن شاء الله. في نهاية المطاف لا يسعنا أن نشكر معالي الشيخ حمد بن أحمد الأب الروحي لنادي المحرق الذي علمنا الوفاء والإخلاص للمحرق مع الشكر للجميع.
رايك في هاللام الحلوه اللي في نادي محمد؟ هذيك من زمان كنت يعني اطالب فيها، سبق وكلمت مسؤول وقدمت حتى في مشروع، وهو اقامه مثل هاللمه لو مره في السنه عشان يصير التواصل مستمر بينهم، بين اللاعبين، بين الاداريين، بين الناس، بين جمهور الحركه كله. بالعكس هي فكره من احسن ما يكون، بس ارجو ان تستمر يعني هم 6 أشهر في السنه مره، لنقول حتى في 2 مرات عشان ما تقطع الوصل بينك وبين شو اسمه، وبهذه الطريقه يصير شو اسمه. في عندك كلمه بهالمناسبه؟ والله بالعكس انا يعني اول شيء اني جدا سعيد لان اشوف لي وجوه ما شفته من لاعبين واداريين منهم اللي تغادوا ذي، وهذه حقيقه احسن فرصه اللي شفتها، فانا اشكر مجلس الاداره على اكرامك ذي. انا بعد نشكرك. الله يخليك. كبير حسن عجلان، كابتن ايش رايك في هاللمه الحلوه ذي اللي صارت في نادي محارب؟ والله هذه اللمه الصراحه كنا نتمناها من سنين، وبعدين يعني صارت الكثير من العناصر اللي كانت فاعله في النادي ابتعدت، وهذه ما كان يجب يحدث، لكن احنا نعمل خير الان يعني صارت هالمبادره، واحنا نتطلع حق اللمه خاصه ان إذا أخذ بالبعض المقترحات اللي أنا طرحتها إن شاء الله الأمور بتكون زينة، خاصة يعني نحس إن إحنا لجنة علاقات عامة ما لها أي نشاط عندنا في النادي للأسف يعني، فإحنا نبقي العملية التحرك يعني، الأمل كبير في الجماعة وخاصة إن هذه المبادرة جات من أعضاء النادي نفسهم، فإحنا نقول إن شاء الله هذه خطوة مباركة إن شاء الله. أرضية يلعبها الى نبيل درويش، النقلة الثانية نص الملعب الى حمد الى يوسف عجلان، حسن شايت عجلان جول يا حسن عجلان برا خط 18 شايتها تروح داخل جول، مسجل هدف الاولاني في الدقيقة 29 الشوط الثاني. هاي ريبلاي، شوف شلون الاعاده، شلون الجول جول. معنا امين السر السابق في نادي المحرق زين سلطان الغانم، نرحب فيك في هالبرنامج. يا هلا فيك، يا هلا فيك. ايش رايك في هاللمه الحلوه اللي في نادي المحرق صاير؟ والله انا هذه اللي يعني اليوم اعتبره يوم تاريخي بالنسبه لنادي المحرق، ان تجتمع هالكوكبة من اللاعبين والإداريين والجمهور لشيء طيب، هذه كنا نفتقد احنا في السنوات اللي مرت، ويمكن أنا من الأشخاص اللي أتحمل مسؤولية عدم هذا التواجد، أحمل نفسي المسؤولية لأن كنت أمين سر، ولكن اللي قاموا بهالمبادرة في الواقع هم اللي يجب أن يكرمون، احنا اليوم بحاجة إلى أن نلتم وبحاجة إلى أن نتواصل. المحرق في الواقع في تركيبته هو متواصل في الأداء، والمحرق يعني المحرق نفسه هي ولادة للإداريين، ولادة المبدعين سواء كان في الرياضة كرة القدم كرة السلة وغيرها من الألعاب، المحرق جد ولادة. فأنا أعتقد أن المباراة اللي قاموا بها الإخوان ذي يشكرون عليها، وأنا حتى قلت لهم واصلوا ترى الطريق ما هو قصير، يعني انت تلم الجماعه بعدين شلون، لا واصلوا، انا متاكد انهم راح يحققون شيء طيب لنادي المحرق. بتلعب الكره عاليه ناحيه المرمى وناحيه الجول، لكن بيبعدها مره ثانيه خط الدفاع فؤاد اللي نازل في خط الدفاع، وبتلعب ناحيه اللاعب عدنان ضيف الجول، الله عدنان ضيف بيحرز الهدف الاول لصالح نادي المحرق من كره ملعوبه وقويه على طول
بتنحط في المرمى قلب الدفاع، قلب الدفاع وقلب المنتخب الاهلي ايضا، قلب دفاع المنتخب الاهلي عدنان ضيف بيحرز المحرك الهدف الاول في الدقيقه 16. هذه عادل، هذه عادل، لعبت الكره على طول بترجع لعدنان في مكان سليم وبتطلع الكره عالي بيصلح براسه وبيلعب على طول بشماله في الجول من فوق الحارس جاسم خليفه بيحرز، وهذه فرحه طبعا لجمهور المحرك. معانا النجم المحبوب محمد سلطان الملقب ببحرين، نرحب فيك. يا هلا ومرحبا، تشرف. طال عمرك، ايش رايك في هاللمه الحلوه اللي صايره في نادي المحرك؟ والله شيء طيب وافرحنا، ونشكر القائمين على هذا الحفل اللي يجمعنا من عقب هالقيبه ذي الطويله، ما حكى بربعه، والحمد لله رب العالمين، شفنا ربعنا وحبايبنا كلهم شفناهم ونشكركم. شنو حسيت يوم شفت ربعك اللي من زمان ما شفتهم، اللي من فتره طويله يوم شفتهم، شنو حس، شنو شعورك؟ والله شعوري بالفرح وشعوري عيوني دمعت يوم شفت صور اخواني اللاعبين لعبت وياهم، والله يرحمهم يتغمد روحهم الجنه. وهذه حال، هاي حال الدنيا، واحنا ان شاء الله رايحين بعد، بس كل واحد بيومه ان شاء الله. كلمة بهالمناسبة؟ اي والله كلمتي اشكر المقيمين على هالحفله اللي معنا، واتمنى انه يتكرر اكثر من مره على اساس كل واحد يشوف رفيجه ويشوف ربعه واهله وكلهم، وانا اشكركم بهالمناسبة. انا بعد بهالمناسبة اشكرك طال. الله يسلمكم، مشكورين ما قصرتوا. سكلي يمه ما اعطاها اياه، لعبها ناحيه سلمان، كره مع سلمان، يهديها سلمان يحاول يمر ويشوت وتضرب مره ثانيه ودبل كيك من محمد سلطان. معنا الكابتن جمال الشاووش، نرحب فيك في هاللمه. يا هلا مرحبا كابتن، ايش رايك في هاللمه؟ شنو شعورك بهالمناسبه اذا انت تشوف ربعك اللاعبين السابقين واللي زاملوك من الناشئين؟ والله بدون شك هي فكره جدا حلوه. انا اشكر القائمين على هذا التجمع، خصوصا طبعا اخوي محمد العلاوي اللي هو صاحب الفكره وقائد الفريق المنظم لهذا التجمع. اشكر النادي اللي هو هيئ لنا هذا التجمع. طبعا انك تشوف ربعك القدامى شيء حلو، ترجع ذكرياتك القديمه، تلاقى وياهم، شيء يعني احنا مفتقدينه من زمان. فأنا أتمنى أن هذه ما تكون آخر مرة، أتمنى تكون إن شاء الله تكرر على الأقل سنوياً، تحصل هذه التجمع الحلو ذي.